ما حدث من بركان أو زلزال على الأرض العربية لا تستطيع أن أنت تحكمي على نتائجه بهذه السرعة. في ناس متسرعة جدا وحكمت على الربيع العربي بنتائجه الحالية، اليمن بتتدمر، سوريا بتتدمر، العراق بتتدمر، تونس بتتدمر، مصر بتتدمر، فيبقى الربيع العربي ده كان وحش. أنت متفائل إذن بهذا؟ أنا متفائل جدا. ما حدث كانت انتفاضات شعبية وثورات شعبية حقيقية نبعة من ضمير هذه الشعوب، لكن القوى الدولية والمؤامرات حاولت أن تركب هذه الثورات، أن تحد من جريان نهر الثورة، أن ترمي صخور صناعية في نهر الثورة كي تحد من جريانه أو تحول مجرى إلى مجرى آخر. كل ده بيحصل في كل تاريخ كل الثورات، وعلينا أن احنا ما نستعجلش قوي في الحكم على هذه الثورات وما ستؤول إليه الأمور، لأن احنا لسه في السنوات الأولى للثورات. الثورات بتاخد وقت عشان تغير الواقع على الأرض. الناس دايما بتحكم على الثورات العربية بمنطق ثورة 23 يوليو 52، ثورة جت بعد شهرين عملت القانون الإصلاح الزراعي، غيرت التركيبة الاجتماعية في المجتمع المصري، حربت الاستعمار، ساعدت حركات التحرر، فظهر في سنوات قليلة نتاجها ونتائجها المذهلة. ما احناش في ذلك العصر، احنا في عصر شديد التعقيد وشديد التركيب، وبالتالي من المستحيل ان انت هتلاقي النتائج الرائقة اللي حدثت للوطن العربي في الخمسينات والستينات في حركات التحرر.